موعد رياضي جديد من قناة الجزائر الدولية. أهلا بكم مشاهدينا. إذن اليوم سنتحدث عن تأهل المنتخب الجزائري إلى المباراة الفاصلة من تصفيات مونديال قطر 2022 بعد تعادله أمام المنتخب البوركينابي بهدفين لمثلهما في مباراة صعبة وصعبة جدا على الجماهير وعلى كل عشاق المنتخب الجزائري. إذن كما قلنا المباراة انتهت بهدفين لمثلهما. رياض محرز سجل الهدف الأول في الدقيقة 21 قبل أن يعدل المنتخب البوركينابي النتيجة في الدقيقة 37 عن طريق اللاعب زكريا سانوغو. سفيان فيغولي الذي دخل في الشوط الثاني أضاف الهدف الثاني للمنتخب الجزائري وسجل الهدف في الدقيقة 68 قبل أن يعدل البوركينابيين النتيجة عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 83 عن طريق اللاعب إيسوفو الدايو. إذن سنتحدث عن كل تفاصيل هذه المباراة مع ضيوفي في البلاطو، والبداية ستكون باللاعب الدولي الجزائري السابق فاروق بلقايد. مساء الخير. مساء الخير الأخ كريم وكل الجمهور الرياضي. سيكون حاضر معنا أيضا الدولي الجزائري السابق حسين عزيزان. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير الجمهور الكريم. وسيكون معنا أيضا زميلنا في القسم الرياضي لقناة الجزائر الدولية خالد معزوزي، والذي كان متواجدا بأرضية ملعب مصطفى تشاكر. مساء الخير خالد. مساء النور الكريم، تحية لك وتحية لضيوفنا فاروق بلقايد وكذلك حسين عزيزان وكل جمهورنا الرياضي الكريم. شكرا لكم جميعا. إذن قبل البداية في الحديث عن هذه المباراة، لا بأس فقط أن نتوقف عند هذا التقرير الذي يتحدث عن مباراة المنتخب الجزائري أمام بوركينا فاسو، وبعدها سنناقش هذا اللقاء. من ملعب الأحلام والانتصارات مصطفى تشاكر بالبليدة لم تكشف تأشيرة مباراة السد المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 عن منتقيها مبكرا، فمباراة الجولة الأخيرة للمجموعة السادسة للمنتخب الجزائري المتصدر ضد وصيفه منتخب بوركينا فاسو التي جرت بذكريات اللقاء الفاصل المؤهل لمونديال البرازيل 2014 كانت أصعب من المتوقع للناخب الجزائري جمال بالماضي وأشباله أمام الخيول البوركينابية التي شنت حربا نفسية شديدة عساها تكون مثمرة أمام أبطال إفريقيا. نية توقيف سلسلة لا هزيمة للخضر وخطف تأشيرة التأهل ظهرت بعد كل هدف يوقعه المنتخب الجزائري بعد أن وقف زملاء أوتارا الند للند وردوا على هدفي محرز وفيغولي، لينتهي اللقاء الذي عاشه الجمهور الجزائري العائد إلى مدرجات تشاكر على وقع صافرة النهاية التي منحت الخضر نقطة التعادل التي كانت تلزمه من أجل حجز مقعد له في لقاء السد المؤهل لمونديال قطر 2022 الذي ستجرى قرعته شهر مارس من العام المقبل بالدوحة تزامنا ونهائي كأس العرب في 18 من ديسمبر. إذن هي خطوة أخرى يخطوها المنتخب الجزائري الذي وقع على مباراته 33 دون هزيمة، وعلى أمل المواصلة في نفس الرتم والنسق يرتفع سقف الطموح. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. أبدأ معك فاروق بالقائد. المنتخب الجزائري كما قلنا وجد صعوبات كبيرة أمام منتخب بوركينابي عكس كل التوقعات، ربما الترشيحات كانت كلها تصف الى المنتخب الجزائري للفوز ولو بطريقه صعبه، لكن في الاخير نتيجه التعادل كانت هي الفاصل وهي التي سمحت للمنتخب الجزائري بالتاهل للدور الفاصل ولقاء السد. اولا نقول مبروك علينا لا كاليفيكاسيون لو بروشان تور. اليوم بيان سور احنا كنا عارفين بالمقابله حتكون صعبه، صعبه بوكو بلوس لينا حنايا باسكو كان عندنا كان ضغوطات كبار على الفريق على اللاعبين على المدرب خاصه. شفنا بلي حنا مام افون ابخي جوست ابخي الماتش تاع وصلا وصلا بالك سيدي تريك اللي ما يخلوش الفريق مرتاح وصلا بالماضي في هذيك لا ديكلاراسيون مع الجورناليست تاع الاذاعه الوطنيه، هادو دي تريك اللي يخلوا مام الفريق يخرجوه شويه. وشفنا البوركينا فاسو كيلحقوا لي ديكلاراسيون تاع لو ستاف ديالهم وكذا. بيان سور حنا الاهم كان الكاليفيكاسيون، نقولوا بلي الفريق الوطني ما كانش خارج عن النطاق باسكو دخلنا لي 30 بريمير مينوت وين الفريق الوطني كان قادر يسجل الهدفين ولا ثلاثه بارتياحيه. حنا رجعنا المقابله نقولوا حنا هما ما كانوش حابين بالك اللاعبين يلحقوا روحهم لهذيك on a encaissé le avec le but d'égalisation juste après هذيك اللي خلات دخل الفريق في لو دوت.
مي انا نقولها ونعاودها، الفريق الوطني دوك ولا نيمبورت كان ماتش يعرفوا كيفاش يمشيوه. الناس كانت حنا كواحد يكون يتفرج يشوف بالمقابله صعيبه من الناخب واللاعبين، شفنا باللي ما داروش علينا اون غروند بريسيون قدام لي بيوت ولا سات، هما شدوا بالون اكثر منا. ما ننساوش بمام الارضيه ما تسمحش بعض اللاعبين ديالنا باش يكونوا في الفورما ديالهم. بار كونت هما نعرفوا لو فيزيك لي جوار افريكان وين كانوا ما عندهم ما يخسروا بارابور لينا، اللي حنا لازمنا كان التعادل يكفينا والحمد لله حنا جبنا التعادل. فاروق نتكلموا على المنتخب الجزائري، هل المباراه كانت صعبه ام ان المنتخب الجزائري هو اللي صعب الماموريه على نفسه؟ نو المنتخب هو صعب، انا نقول لك بلي الفريق الوطني ديالنا يعرف كيفاش يجي المقابله ديالهم، لو كانوا حابين كانوا قادرين يقتلوا المقابله. قلت لك في 30 دقيقه الاولى كانوا قادرين يقتلوا المقابله، باسكو انا نقول لك باللي بوركينا كانوا هما نورمالمون هما يديروا اللعب ولا هما اللي يضغطوا علينا. حنا شفنا 30 دقيقه الاولى باللي الفريق الوطني كان ضغط ودالو مي بريسيون عندهم في الكون ديالهم وضيعنا فرص وسجلنا حنا الاولين. مي ابري البيتا تاع ليغاليزاسيون وين دخلنا شويه الشك ونعرفوا الجمهور كانت ما الجمهور وكذا ما يشك اكثر، تروح له هذيك الحماس ما كذا يخلي اللاعبين يدخلوا شويه في لو دوت هذاك. مي عاودنا شفنا بالفريق الوطني كيحب ياكسيليري، اون ماركي لو دوزيام بيوت. مي ابري لو بيوت تاع البوركينا لا فوت هذيك نقولوا باللي فوت شويه تاع واحد اللي ما عندوش خبره كبيره، باسكو شوفوا لاكسيون وين كانت واللاعب وين دار ما رجلو. راجع لنقص المنافسه ربما لا كونسونطراسيون بوكو بلوس، لا كونسونطراسيون ما كانتش 100% بالك عند بعض اللاعبين، باسكو ما تقدرش اللاعبين في 10 ولا في 15 ولا في 20 يكونوا بيان كاع كونسونطري لا ميم كونسونطراسيون. بوتيت يافي دي جوار اللي كانوا في الماتش ما شفنا، باسكو شفنا لاكسيون هذيك تاع لو بيناتي سي ان بو باسكو لو جوار ايتي شويه ما كانش فاس دو فاس او بيوت وين نديروا عليه هذيك لا فوت هذيك اللي خلاتنا. مي قلت لك ما شفناش بولحي وين كان عليه ضغط كبير وبدايا الفريق الوطني سيرت هما حشدوا البالون اون دوزيام ميتو اكثر منا. مي الحمد لله قلت لك حنا الفريق الوطني ما تخافش كيحب ياكسيليري كيحب يلعب ليكونومي. شفنا قلت لك هذه الماتش اللي الهدايا اللي داروه بوركينا فاسو اللي خلى الفريق الوطني بالك اليوم ما يدخلش بالقوه ديالو. طيب فاروق حسين عزيزان، نبداو ربما الخطه اللي دخل بها المدرب جمال بلماضي، فضل انه يدخل بمهاجمين سليماني وابو نجاح في الهجوم بطريقه 4-4-2. كيفاش شفت هذه الطريقه وهل هذه الطريقه ربما المناسبه لمواجهه منتخب بوركينا بيجا من اجل العوده بتاشيره التاهل؟ كل واحد كما نقولوا نظره تاعو فيزافي لادفيرسير. مي انا جو بونس باللي لو سيستيم اللي دخل به 4-4-2 كان سيستيم يعني قراه بالماضي وعرف لادفيرسير كيفاش راح يكون معاه، سي بور سا كو لعب ان بلوك ميديوم وكان يصنع لادفيرسير ما كانش يضغط بزاف، وكانوا عندنا كما نقولوا دي زوكازيون ميم هما كانوا عندهم دي زوكازيون. دوماج حنا بالك نقول لك انا تورنو تاع الماتش وين كنا نلعبوا الاز لو كان لو دوزيام بيت هذيك لاكسيون تاع محرز وكان شويه ايغويست باسكو نقول لك محرز سي با محرز اللي يمد هذيك لاباس، محرز مضاري في سيتي ولا في اي كلوب لعب فيه لابال هذيك تكون في الفيلي. دوماج سيتي كما يقولوا لو كوليكتيف بالك في هذاك المومون. مليح المهاجم في بعض الاحيان يكون اناني، سي نورمال انت كنت مهاجم سي سير، كاين دي فوا وين تاخذ لا ريسبونسابيلتي، ان ليدر دوا بروند سي ريسبونسابيلتي. نقول لك بالك في هذيك لوكازيون انا جو بريفير لو كان حتى ساسوا هو بريمي بوطون دوزيام بوطون كانت تدخل 100% ميم لو كان خرجت نقولوا محرز هذا شكون اللي يهضر مع محرز. مي لو شوا تاعو كان كيما نقولوا ما نقولوش سي موفي شوا، مي ليسونسيال كو بالك من لاكسيون هذيك ما زدناش شفنا محرز. محرز سور تيرا اون دوزيام ميطون ما شفناش، اون بريمير ميطون من لاكسيون هذيك ما شفناش. دوماج مي نقول لك انا سيستيم دو جو اون بريمير ميطون سا ايتي رويسي من لونترينور، دوزيام ميطون شفنا وجه واحد اخر، شفنا نوتر سيستيم عاودوا السيستيم الكلاسيك تاعنا لو 4-3-3 موديري فليكسيبل كل خطره كيفاش يتعامل معاه. دي فوا نشوفوا في غولي يهبط حتى تحت باش يدير البالون، مي ليسونسيال دوزيام بيت ايتي في هذاك اللي خلانا حنا زدنا طمعنا. مي توجور كاين دي فوت فوتبول هكذا
سي دي زيرور، مي نقول لك باللي داروا ان طري بو ماتش. دوماج، هذا هو الفوتبول، فيه ربح وفيه خساره، حنا ما خسرناش، حنا ليسونسيال كانت همنا لا كاليفيكاسيون، وهذا سايتي ريسي من النوع من المباريات كما يقولوا في لغه كره القدم، يربح ولا يلعب. ولا يلعب، مي ما ننساوش باللي الفريق الخصم اليوم ادى مباراه كبيره. انا نقول لك في لانه ما عنده ما يخسر في النضج، لانه ما عنده ما يخسر، هو جاي اليوم جاي يحطم فريق اللي دا كوب دافريك وحده. ثانيا فريق اللي ما خسرش 32 ماتش، اثنين، ثالثا يلعب كاليفيكاسيون كوب دي موند. صافي سي ان اوبجيكتيف هذا، حنا اليوم واش كان يهمنا؟ كان يهمنا لا كاليفيكاسيون والاوبجيكتيف الياتا كريم، هذا هو الصح. الفريق ما عنده ما يخسر، باسكو كان فاز كان هو اللي كان هو اللي يجوز. لا يعني كل حظوظه متعلقه بهذه المباراه، يعني لازم عليه يفوز، لازم عليه يفوز، لهذا قلت لك ما عنده ما يخسر، يعني يجي ليفوز باش يتاهل. بالك الناس يفهموا يقول لك بالك مقابله شكليه اللي هو نومي، هو كان قادر، هو الفريق البوركينابي وكان فاز كان هو اللي يتاهل. حاجه واحده اخرى، المدرب كان فايق يعني خاصه في الشوط الثاني كيبدل لو سيستيم دو جو، سافو دير هنا كاين نضج في الفريق تاعنا. وشفنا كيما لعبنا الكره الطويله والاخر، ما الدوزيام ميطون شفنا تبدل اللعب تاع الفريق تاعنا، ولا هذيك اللي خلى الفريق بالك مركز حتى الدقيقه الاخيره. حسين، انت كمهاجم نسالك على مهاجم ربما راه يقدم في اداء غير مرضي للجماهير الجزائريه، هو بنجاح بنجاح بغداد بنجاح، يعني صراحه في المباراه الماضيه امام جيبوتي واليوم كان اداؤه نقدر نقولوا متوسط، حتى ما نقولوش كلمه اخرى، كان متوسط، والدليل انه مدرب جمال بلماضي في الشوط الثاني ادخل فيغولي واخرج بغداد بونجاح. واش رايك في الاداء تاع بونجاح في المباريات الاخيره مع المنتخب، وهل هناك ربما امور اثرت عليه وعلى مردوده مع المنتخب؟ انا جو فوا با هاد لا شوز، نقول لك علاش. ديجا لو فات اللي المدرب تكلى عليه ودخلوا دونطري سي اون شوز بوزيتيف ليه، هذه وحده. حاجه ثانيه، بونجاح ما تنساش بلي بونجاح يلعب بدون كره ثاني، ماشي غير بالكره. نقول لك سيرت كو لا ريوسيت ما رايش مع هاد المقابلات الاخيره، مي بونجاع عنده اللمسه تاعو، عنده الكاريزما تاعو. بونجاع راهو كيروح في ان كوتي ويدي لك لاعبين، يدي لك دي سوليسيون. سي بور سا كنقول لك لو كان ما احتاجوش كون ما لعبوش. دوماج بالك لا ريوسيت صاريف، انا كنت جوار اتاكون ويعرف بالقايد، سيرت بوكو داتاكون يقدروا يجوزوا في ان باساج افيد، وبالك هذه اللي خلات بالك شويه انه اللعب بالك مش مركز 100%. ابار هذه ما نشوفش بلي بونجاح ناقص في الفريق الوطني، كونترير بالك بلاص 8 ان شاء الله راح نشوفوا وجه واحد اخر بالك ان شاء الله. حسين عزيزان، خالد معزوزي، انت اللي كنت حاضر بمدرجات مصطفى تشاكر، كيف تقيم اداء المنتخب وعوده الانصار؟ حدثنا اولا كيفاش كان لقاء اللاعبين مع الانصار في المدرجات، خاصه انه حوالي سنه ونصف او سنتين على عدم وجود الانصار في المدرجات. كريم، اللقاء كان خاص، الحدث كان كبير، المباراه كانت حاسمه في طريق العبور الى مباراه السد. اللقاء كان تعرف بانه المنتخب عنده سمعه كبيره جدا، يؤدي في ربما افضل فتره في تاريخ المنتخب من ناحيه الاحصائيات، يعني اخر هزيمه للمنتخب تعود الى 2018. اللقاء كان حار يعني بين الجمهور اللي كان ينتظر متشوق باش يشوف المنتخب اللي ما شافوش في ملعب مصطفى تشاكر منذ مباراه زامبيا التاهيليه الى كان 2021 في نوفمبر 2019، يعني سنتان لم يشاهد فيهما الجمهور. العوده كانت يعني الاجواء كانت كبيره، ذكرتنا ربما بمباراه بوركينا فاسو تاع التاهيليه الى مونديال 2013 في نوفمبر 2013، اجواء كبيره جدا. ربما ما نقولكش بانه كان هناك ضغط كما قال فاروق بالقايد، ربما الامر شكل يعني الضغط على المنتخب الوطني اللي دخل، نقول لك ما دخلش كما ينبغي في المباراه، ولكن تدريجيا كما قال فاروق هو اللي صعب على نفسه المباراه من خلال تضييعه لفرصه قتل المباراه بهدف ثاني. اعتقد الامر اللي صعب على رفقاء محرز المباراه، ولكن الجمهور كان واقف خلف المنتخب طيله 90 دقيقه حتى لما عدل بوركينا فاسو على مرتين، ولكن الجمهور بقى يساند المنتخب الى اخر لحظات واحتفل مع يعني كانت هناك اجواء احتفاليه جميله في نهايه المباراه تؤكد الود والثقه اللي كاين يعني بين الجمهور والمنتخب تاعو. كان راضي على اداء المنتخب الوطني، كان هناك توتر كريم، المباراه كانت صعبه ما نخبوش يعني، خاصه 10 دقائق الاخيره يعني لحظات رهيبه جدا لكل عشاء على الاعصاب. الكل كان متخوف من سيناريو كارثي، تصور بانه منتخب بهذا المستوى ما
ما يتأهلش كان راح تكون يعني سيناريو كارثي غير متوقع تماما. صحيح، بعد 32 مباراة من دون هزيمة، هذا المباراة 33 للمنتخب الجزائري من دون هزيمة، السلسلة ما زالت متواصلة. طيب مشاهدينا الكرام، نتابع تصريح المدرب جمال بلماضي عقب هذا التعادل وتأهل المنتخب إلى أو لم يجهز بعد التصريح. فاروق بالقايد، نتكلم على لاعب آخر هو يوسف بليلي، لأصبح قطعة أساسية في المنتخب الجزائري، يقدم أداء رائع جدا، قدم اليوم تمريرتين حاسمتين. وش رأيك في أداء يوسف بليلي مع المنتخب الوطني؟ الله إن شاء الله كما يقول لك ما يحبش هنا وما نحبسوش حنايا، الله بالعين دعنا ولا الله يبارك. يوسف بليلي لو يؤدي في هذو الموسمين الاخرين هذوما بلاسك سيتي سي بور موا لي ميور جوار، ميور جوار تما في كوتي اوفونسيف، لو يؤدي راه يلعب واحد الراحه اللي تلقاها غير في اللاعبين الكبار. حنا نعرفوا روحنا كي تلعب في مقابله حاسمه كيما هذه قدام جمهور بلا بهذيك لابريسيون، وانت كونفيونس كيفاش تحكم بالون وتروح للاعبين، شفنا اللاعبين كبار وما يقدروش يديروا هذا. بليلي واش نقول لك، اللي عطالو الثقه هي الثقه اللي تولي بالماضي، بالماضي اللي رجع عطالو هذيك الثقه اللي الناس كانت قتلت بليلي وكذا، جمال بالماضي عطالو كاع هذيك الثقه، وهي تحمل تكره المدرب اون فوا يمد الثقه اللاعب هذاك، اللاعب راح يمد لو بلوس باسكو لقى مدرب اللي يعاونو ويعرف كيفاش يلحق له هذاك لو ميساج. انا نشوفو بليلي يلعب الاز بوغ جوي الاز في التيران قدام بيبليك هذاك ولا ان ماتش امبورطون، ما سي با فاسيل. راهو حسين راهو لاعب وحنا لاعب، ميم تكون عندك المستوى تاعك عالي مي في دي ماتش وين تدخل مرتكب شويه، مي انا بليلي نو ما عندوش هادي، هو اللي كوم سا لاعب اللي ما عندوش خوف في مقابلات كيما هادي، والحمد لله يؤدي مقابلات في كل مقابله راهو يكون كيما يقول لك يمدي باس ديسيزيف. شاك ماتش ما كاش ماتش اللي ما مدش مد كيما يقول لك لاباس ديسيزيف هذيك، والاز يلعب الاز وما عندوش الحسد هذاك في التيران، وان شاء الله نتمناو يقعد هكذا. من الصعب تعويض فاروق في المنتخب، شكون هو اللاعب ربما اللي تشوفه؟ ما نقولوش من الصعب دوكا، والله غير الحمد لله دوك عندنا لاعبين، انا ديفا والله غير نحب نشوف ادمو الناس، نكتب عليك ادمو الناس ماذا بيا نشوفو، مي تشوف بحر تشوف بليلي تقول بالرحمه ولا بالرحمه نو عندنا، نقول لك هادو لاعبين ولا غزال ولا كاين لاعبين اللي ماذا بيا نشوفو. الخيارات كاينين بوتيت شويه اون ديفونس وما عندناش خيارات كبيره، مي لوفونسيف عندنا خيارات. حنا وين اسلام سليماني الناس قتلات وكذا، اسلام سليماني بور موا سي لو دوزيام ميور جوار اليوم في لو ماتش، وين ادى مد كرات وكذايا، هذا هو بالماضي. حتى في اخر لقاء سليماني شفناه يدافع، شفناه في كم لقاء يدافع، الروح القتاليه هذيك اللي ميم دي فوا كنا نشوفوا، ميم كالكو ما نشوفوا، ميم اللي ما يديفونديش نقولوا، ميم حرس كنا نشوفوا في مقابلات يولي سي بيان سي لونترينور اللي عطالو هذيك الروح. وشفنا بلاي اللي خرج ابري اون باس تاع بيوت، خرج يضحك مع المدرب، نشوفها في دي كرون كلاب ولا دي زيكيب كدا، جوار كيك ولا فيدات يخرج باك مشنف، شغل لاعبين ولاو ما عندناش هذيك، عندنا روح اخويه. وحنا المهم اليوم التاهل لازم نوقفوا، ما نقعدوش نقولوا ما لعبناش ولا لعب، نو اوني كاليفي بور لو بروشان تور اوني فيا. جمال بلماضي في لا كونفيرونس دو بريس قال لهم فياندرا الجور نخسروا بصح با دوما، كيما كان الحال هو كان على باله مرتاح باللي ما مقابله صعيبه، مي قال لك الماتش الجاي هذا باسكو على باله واش عنده الرجال اللي كانوا معاه لي جوار بلي ما يتلقوش، باسكو مع البيت هذاك لي اونكيسينا نورمالمون لو كان ايكيب واحد اخرى نخافوا نزيدو نونكيسي، وحنا نو حنا ونعطاكي ونا ماركي لو دوزيام بيت ان جولي بيت. والحمد لله الفكره فاروق ان شاء الله نتمنى ان شاء الله الفريق يقعد يزيد يكبر هكذا بمقابله ان شاء الله. وصلت الفكره فاروق بالقايد. اذا مشاهدينا الكرام، نتابع تصريح المدرب جمال بلماضي عقب اللقاء والذي تحدث فيه عن هذا التاهل للدور الفاصل. جامي جامي ايفيدون ان تو لو كا سي با دون نوتر فيلوسوفي دو ديماري دي ماتش ان فولون تونير ان ريزولتات او ان فون كوم اون ا بي رونكونتري ان رونكونتري بوكو ديكيب كوم سا. C'est pas dans nos principes, c'est pas dans notre philosophie, c'est pas dans notre manière de fonctionner, de voir le football. Donc un match toujours avec une situation un peu délicate, psychologiquement notamment. Où je suis
Il y a un peu la peur d'encaisser un but, il y a un peu de panique. On voit difficile d'aborder ces matchs de manière la plus sereine, surtout contre un adversaire qui est Marandouche. On peut dire qu'ils l'ont dit eux-mêmes, pas grand-chose à perdre. Il y a une qualification de Coupe du Monde au bout. Et bon, voilà, ce pays, grand pays du football quand même, n'a jamais eu la chance de jouer une Coupe du Monde, une phase finale. إذن كان هذا تصريح جمال بلماضي عقب اللقاء. حسين عزيزان متفق تماما مع تصريحات المدرب جمال بلماضي. سي سير باسكو الباسي كي نعاودوا نقولوا اللور بلا بدون المدرب جمال بلماضي هاد اللقاءات دائما كنا نلقاو فيهم صعوبات وما نكاليفيوش. لو فات اللي الفريق تاعك يكون رابح ويكاليزيو له حنا مضارين صابيس هذيك لا فورس تاع كيما نقولوا تاع الحراره هذيك. لو فات اللي فريق راه في هاد ديناميكيه الفوز مع المدرب بالماضي خلق هذاك الشعور اللي فقدناه هنا واحد السنين. الور هذه اللي خلات بالك نقولوا الفريق تاعنا نما بروح جماعيه اللي هضر عليها من قبل فاروق، اللي خلات الفريق هذا شاك فوا يكبر، وقد ما يكبر يزيد الحلم تاعهم هذا، وحلم اللي راهو حلم كل جزائري انه الفريق تاعنا يكاليفي لوبجيكتيف اللي بالك احنا نقولوا لو كان خسرنا اليوم كانت راح تتهدم الحاجه اللي بنيناها في كيما نقولوا الحاجه اللي عندنا سنوات. يعني سنوات هذه اللي بالماضي جا فيها وخدم هذا كيما نقولوا هذا الفريق تهدم لنا في ماتش. الحمد لله اللي بالفعل الرجال اللي كانوا واقفين اليوم واداء، يعني نقول لك انا بالنسبه لي ادائهم اليوم كان بطولي ورجولي مالغري لو ريزولتا سايتي بوزيتيف، هذا هو الصح. احنا كنا نحوسوا على ريزيطا ريزيطا لي بوزيتيف الحمد لله نحمد ربي. دوكا نخمو لي بروشان روكونتر وين الفريق تاعنا زاد دا حاجه اللي تميرا بها هي هاد لا فورس مونطال. بالماضي دوكا رانا نشوفو يتكلم بزاف على المونطال لانه الفريق ديناميكيه الفوز راهي كاينه، ريزيطا راهي كاينه، الخساره ما خسرناش الحمد لله. سيك دوك مونطالمون اللاعبين راهم طوب اون اسبير ان شاء الله لي ماتش الجايين يزيدوا يدخلوا بالعزيمه. حسين ما توافقنيش الراي انه يعني من الجيد انك في مباريات مثل هذه لا تلعب جيدا، يعني تكون النتيجه ربما في غير صالحك، ولا يعني نتيجه مثل هذه ربما تفطن المنتخب في قادم المواعيد، خاصه انه المنتخب الجزائري تنتظر مواعيد كبيره، بدايه تكون بكاس افريقيا شهر نوفمبر شهر جانفي عفوا، وبعدها في مارس راح تكون مباراه السد. شوف نص كبير تاع اللاعبين جدد وحده بلا ليزونسيا شتي اون اكسبيريونس، هذه كي يكونوا دي ماتش هكذا تاع ترونشي الحاجه اللاعبين هذو يدوا ليكسبيريونس هذه بالنسبه لهم سان افونتاج بلوس لي ماتش هادو اللي راهم ربحوهم في رجليهم، يعني لي فيكتوار هادو كاع يتكب لي ماتش نيل، سي اون كونفيونس اللاعبين هادو يحسوا روحتهم باللي اي سون كابابل. هادي سي اون ريسيت لينا باسكو علاش عندنا دو جينيراسيون الاف دي جينيراسيون راهي جايه واحده اخرى، صافي دير هادي ما هي غير كيما نقولوا حاجه اللي تفرح الناخب الوطني. اون اسبير ان شاء الله نكملوا في هذا ان شاء الله. حسين سنواصل الحديث عن هذه المباريات ومباريات السد والمنتخبات التي قد يواجهها المنتخب الجزائري، لكن بعد هذا الفاصل. اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام الى الجزء الثاني من هذا البرنامج الخاص بالمنتخب الوطني الجزائري وتأهله الى الدور الفاصل. اعود اليك خالد معزوزي، المنتخب الجزائري كما قلنا تأهل الى الدور المقبل، الامر لم يكن بالسهل، سيقابل منتخبات راح تكون صعبه وصعبه جدا في الدور القادم في مباريات السد، ربما تونس، الكاميرون، او عفوا مالي، غانا، مصر، جمهوريه الكونغو او الكاميرون، هذه المنتخبات التي قد يواجهها المنتخب الجزائري في مارس في مباراه السد. كريم، مباراه اليوم تاع بوركينا فاسو اكدت بانه كل المباريات راح تكون صعبه كما قال فاروق. المنتخب الجزائري صار يعني
سي ليكيب اباطر يعني كيما يقولوا سي الفريق اللي كل منتخب يتمنى انه هو اللي يوقف سلسله الانتصارات القياسيه تاع منتخبنا الوطني اللي بلغت اليوم 33 مباراه. اعتقد انه كل منتخبات يعني في هذا المستوى في مباراه السد المستوى متقارب يعني بين سواء الصنف الاول او الصنف الثاني. اعتقد بانه مهمه المنتخب راح تكون صعبه ولو انه ربما يعني الشيء الايجابي انه مباراه العوده راح تكون في هنا في الجزائر، ولو انه على هذا المستوى المنتخب الذي يريد انه يواصل على نفس النسق اللي بداه منذ 2018 تحت قياده جمال بالماضي، المنتخب اللي حاب يوصل كاس العالم، حاب يحتفظ بكاس امم افريقيا، اعتقد بانه ما راحش يخير بين المنافسين. كل المنتخبات اللي ذكرتها كريم سواء مالي او الكونغو الديمقراطيه او كل منتخبات يعني أو حتى مصر خالد فعلا. معزوزي مصر الجزائر سيكون مباراه مصر تكون خاصه لانه خاصة. كما كنا يعني في 2009 كنا الاقل حظا ولكن احنا اللي رحنا المونديال رغم انه المنتخب المصري هو اللي كان مرشح، كان حامل كاس امم افريقيا 3 مرات على التوالي. اعتقد ما عدا ربما مباراه الديربي اعتقد بانه المنتخب عنده كل الامكانيات للمرور بحول الله. بصراحه خالد معزوزي بالاداء تاع المنتخب الجزائري اليوم امام منتخب بوركينا فاسو، كيفاش تتوقع ربما اداء المنتخب في كاس افريقيا القادمه؟ نعرف جيدا ان المباريات لا تتشابه لكن ربما تخوف كبير. لانه اكبر انجاز لجمال بالماضي على راس المنتخب هو الحفاظ على نفس المستوى طيله 3 سنوات، يعني الامر غير اعتيادي على مستوى الكره الجزائريه. حسين وفاروق يعرفوا هذا الامر افضل مني. ليس من عادتنا ان نكون في نفس المستوى طيله كل هذه السنوات، طيله هذه الفتره 33 مباراه دون هزيمه منذ مباراه كوتونو في البنين في 18 يعني في نوفمبر 1-0 في البنين، فعلا كانت اخر هزيمه بالنسبه للمنتخب. اعتقد بانه هذا اكبر انجاز لجمال بالماضي. اعتقد بانه قادر لانه حسين عزيزان تحدث عن جيل جديد، يعني اعتقد هناك البديل في المنتخب، هناك لاعبين جدد قادرين يمدوا الاضافه. مثلا زلوقي اللي شفنا عوض قديورة بافضل كيفيه ممكن على مستوى خط الارتكاز. اعتقد بان المنتخب اكيد قادر يمر بفترات فراغ، ولكن الجميل في هذه الفترات يعني فتره الفراغ هذه حتى من ناحيه الاداء ولكن من ناحيه النتائج ايجابيه مستمره، وبحول الله ستستمر اكثر الى غايه المحافظه على اللقب الافريقي ولما لا ان شاء الله الوصول الى المونديال ان شاء الله. خالد مهزوزي فاروق بالقايد، القرعه ستكون يوم 18 ديسمبر المقبل بالدوحة القطرية بمناسبة نهائي كأس العرب. قلنا المنتخب الجزائري ممكن أن يواجه منتخبات مالي، غانا، مصر، الكونغو الديمقراطية والكاميرون الذي فاز اليوم أمام كوت ديفوار بهدف مقابل 0. كيفاش تشوف هذه المباريات مع هذه المنتخبات فاروق بالقايد؟ نو كريم، هذا راح يكون نهائي، انت راح تشوف نهائي تاع كأس افريقيا، راح يكونوا بالطبع يكونوا لي ميور. هذا راح يكون نهائي، ونهائي هذا برك فيه الالي روتور، وقال كما قال الاخ خالد مقابله العوده راح تكون في الجزائر. حنا يفوبا حنا بوغ كما يقول لك باش تروح بعيد لازم تلعب تطيح مع دي زيكيب كيما هذوما دي سيلندري، وحنا الفريق الوطني دوك ولاش نخافوا من هذو الفرق الكبار هذوما، حنا رانا فريق كنا واحد الزمان وين المنتخبات هي اللي تخشى المنتخب الجزائري. مي لازم توجوريتي، لازم حنا الفريق الوطني يقعد بلادي العقليه، ولازم يكون ولا كان عندهم لوبجيكتيف ديالهم بور باسي لا كوب دي موند. انا نقول متفائل بالفريق هذا راح يجوز، وعندنا الوقت، عندنا ابخي كياك لا كوب دافريك، عندك وقت كبير راهي 4 أشهر ولا 5 أشهر باش تلعب المقابله السداديه. ان شاء الله نتمناو الحاجه اللي نتمناوها، ان شاء الله ما يكونوش اصابات في اللاعبين ديالنا، وراح كاين لاعبين اللي راهم مصابين ان شاء الله يكونوا في الفورمه ديالهم، ومش حنخافوا على الفريق هذايا. عندنا دي جان جوار بور لافونير كيما دوك ميم لي جوار اللي راهم دوكا سي بخاسك سي دي جان، حنا كي نقولوا دوكا بالناصر ولا بليلي ولا محرز ما لحقوش سن 30، باسكو دوك باش تقول تقتل لاعب لازم الاج دو 34 35، خلاص هذيك. باسكو انا نشوفوا دوكا الفاس عنده 40 سنه ولا 39 سنه راه مع برشلونه، يفو با حنا لازم نقتلوا اللاعبين. حنا كيما هادوما لي زونسيان نقولوا لي زونسيان هما راهم يمشوا له خير موراهم، بعد هذوك يروحوا يتيكارتاو ويجوا يجيو هذوك اللي راهم وهذوك يولوا دي زونسيان. وقلت لك حنا ما نخشوا حتى فريق، انا كلاعب مقابلات كيما هادوما كونترال هادوما المقابلات اللي يخليك بيان كونسونتري، باسكو كي تلعب مع فريق تشوفه ضعيف عليك لا كونسونتراسيون محال تكون 100% محال. هذه في 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 لوتريما
في دون تو لي دومين ما تقدرش تكون كونسونطري في حاجه 100% كي تشوف بلي لادفيرسير اللي فاهم. صرات لك وانت لاعب فريق بالقائد؟ صرات لك وانت لاعب؟ نو ما تصرا ماشي صرات لك هذه فينا ما نقدرش انا دوك غدوه ما نقدرش عليك نروح نلعب مع فريق كلاسي 15 وفريق كلاسي 3 2 سي با لا ميم كونسونطراسيون نعرفوا وتعرف المستوى تاع الفريق هذاك ما تخش مستوى كيما شفنا حنا الفريق الوطني المقابله اللي سبقت مع جيبوتي احتراماتنا لجيبوتي ما كانتش لو كنا قادرين نعاودوا نعطولهم 8 9 مي اليوم شفنا الفريق الوطني ما ما اديناش مقابله يقولوا كبيره مي كانت لا كونسونطراسيون هذيك اللاعبين وين لازم يديفوندي ويديفوندي وين لازم ياتاكي ويطاكي والحمد لله ونتمناو ان شاء الله حنايا نطيحوا حنا كان فالخير الفريق المصري نعاودوا نطيحوا مع الفريق المصري ان شاء الله كان ان شاء الله مادام راك تكلم على المنتخب المصري معنا واحد من القاهره احمد صلاح المحلل الرياضي المصري ومدرب حراس في نادي الزمالك. مساء الخير احمد. نحن نتكلم عن قرعه مباراه السد التي قد توقع المنتخب الجزائري امام منتخب مصر. اولا خليني نسالك كيف شاهدت اداء المنتخب الجزائري اليوم؟ وخلينا نتكلم على اداء المنتخب الجزائري وحنتكلم على القرعه بعد ذلك. طبعا اول حاجه عايز ارحب بحضرتك طبعا استاذ كريم، وعايز طبعا ارحب بكل ضيوفك الكرام طبعا استاذ خالد طبعا وضيوفك طبعا النجوم الكرام. اول حاجه طبعا النهارده شفنا منتخب الجزائر بصراحه عمل مباراه كويسه جدا خاصه في الشوط الاول. طبعا رياض محرز برده يعني احرز هدف النهارده، وكان وجاله فرصه ثانيه كان هدف اكيد يعني هدف بنسبه كبيره جدا بنسبه 90% ان هو كان هدف يعني خلاص كله قال ان هدف لرياض محرز. المنتخب الجزائري بصراحه قدر يسيطر على المباراه من الشوط الاول، اضاع فرصتين في الدقيقه 31 والدقيقه 34. انا بالنسبه للشوط الثاني طبعا برضو منتخب الجزائر برضو كان مستحوذ مسيطر على المباراه بخلاف طبعا الهدف طبعا يعتبر هو خطا دفاعي هدف اللي احرزه طبعا بوركينا فاسو طبعا في الدقيقه 37. وطبعا عايز اقول لحضرتك برضو ضربه الجزاء اللي برضو كانت في الدقيقه 83 برضو كان يعني برضو خطا دفاعي برضو انا شايف ان هو كان يعني ما كانش خطر بنسبه كبيره جدا، حتى لو عدى ما كانش يقدر ان هو برضو يحطها في راس الملحي. شايف المنتخب الجزائري عمل مباراه كويسه جدا، مباراه هايله جدا. جمال بالماضي بصراحه واقعي جدا. بالنسبه للعيبه طبعا انا شايف ان اللعيبه لعبت المنتخب الجزائري ماشيين بخطه ثابته ماشيين بهدف ثابت. طبعا احنا برضو ضياع فرص الاهداف اللي بيضيعها منتخب الجزائر في المباراه اللي فاتت وخاصه النهارده، شايف ان دي لازم برضو يحلها برضو كابتن جمال بالماضي، برضو لازم يحل المشكله دي، مشكله ان الفينش بتاع الهدف اللي هو في اخر خالص ان انا احط الهدف. وبرضو رياض محرز برضو لازم ان هو يبص على زمايله يبص لزمايله اكتر، حتى لو هو مثلا منفرد وجنب زميله لازم برضو ان هو يلعب لزمايله، فدي برضو من النقط اللي ايه اللي كابتن جمال بالماضي لازم ياخد باله منها ويصلحها في الفتره الجايه. انا شايف طبعا الطريقه اللي لعب بيها 4 2 3 1 نجحت بنسبه كبيره جدا. على فكره المنتخب البوركيني لازم نديله حقه، من افضل المنتخبات الافريقيه في الوقت الحالي يا استاذ كريم المنتخب البوركيني. خلينا نتكلم بصراحه، قدم مباراه هايله جدا سواء المباراه دي او المباراه اللي انتهت 1-1. شايف المباراه كويسه جدا. على فكره النهارده منتخب الجزائر ليه ضربه جزاء في الشوط الاول جت في لاعب في ايد اللاعب البوركينا، وده برده نفس الكلام اللي شفناه برده في المباراه الاولانيه، برده في اخر دقيقه خالص برده كان في ضربه جزاء رياض محرز المباراه اللي هي كانت هنا كانت لعبت على ملعب محايد. فالمنتخب الجزائري كان ليه ضربه جزاء النهارده وكان ليه ضربه جزاء في المباراه الاولانيه اللي انتهت 1-1 كانت في اخر دقيقه كمان في الدقيقه 88 او الدقيقه 89 على ما اعتقد. فطبعا بنبارك لكل اشقائنا في الجزائر وان شاء الله الفتره الجايه نشوف منتخب الجزائر. دلوقتي عايز اقول لحضرتك منتخب الجزائر عمل رقم قياسي كبير جدا، 33 مباراه بدون هزيمه، دي يعني دي حاجه من الحاجات الكويسه جدا، عدى المنتخب الارجنتيني. منتخب الجزائر دلوقتي لو وصل للرقم 37 اللي محققه المنتخب الايطالي شايف ان هو هيبقى رقم واحد على مستوى العالم. يعني المنتخب الايطالي هو رقم واحد على مستوى العالم محقق طبعا 37 فوز. انا شايف المنتخب الجزائري لو فضل على هذا المنوال سواء في البطوله العربيه اللي ان شاء الله تنطلق الشهر القادم او في بطوله افريقيا الجايه بخلاف حتى يعني وطبعا المباراه الفاصله هيقدر ان هو يبقى رقم واحد على العالم. عايز اقول لحضرتك المنتخب الجزائري دلوقتي بيحتل المركز 29 على العالم وان شاء الله في الفتره الجايه هيحقق مراكز اعلى كمان ان شاء الله. احمد، المنتخب المصري بدوره فاز على منتخب الجابون بصعوبه بهدفين لواحد، لكن المنتخب المصري تاهل رسميا في الجوله الماضيه. طبعا عايز اقول لحضرتك طبعا المنتخب المصري تاهل، المجموعه برضو بنسبه كبيره كانت سهله جدا، كان في منافسه بين المنتخب الليبي في اول مباراتين طبعا اللي اتلعبوا،
لكن عايز اقول لحضرتك طبعا المجموعه يعتبر كان مجموعه سهله جدا بخلاف المجموعه بتاعت الجزائر. مجموعه الجزائر كان فيها منتخب البوركيني قوي جدا، انا شايف ان هو من المنتخبات القادمه في افريقيا اللي هنشوفها بعد كده اللي هي بتخش بتنافس على البطولات والكلام ده كله. فعايز اقول لحضرتك المنتخب المصري كانت مجموعته سهله بشكل كبير جدا، معاه طبعا الجابون وانجولا وليبيا، قدر ان هو في المباراه الاولى ان هو قدر ان هو يفوز في مصر على انجولا، اتعادل هناك مع الجابون 1-1، ودي ادت الى اقاله كابتن حسام البدري، وجي طبعا مستر كرويش طبعا هو اللي مسك المنتخب بعديها، وقدر بعديها ان هو يفوز على المنتخب الليبي في مصر 1-0 بهدف عمر مرموش، وقدر يفوز على المنتخب الليبي على ارضه طبعا في ليبيا 3-0، وطبعا قدر يفوز المباراه اللي بعديها برضو، قدر برضو يكسب يتعادل مع المنتخب الانجولي 2-2، كان متاخر المباراه اللي فاتت 2-0 وقدر ان هو يرجع للمباراه. ومباراه النهارده طبعا امام منتخب الجابون قدر ان هو يفوز 2-1. لكن عايز اقول لحضرتك المنتخب المصري بيعاني برضو من بعض المشاكل برضو اللي موجوده في خاصه في نص الملعب وفي خط الدفاع، عنده اخطاء كبيره جدا في نص الملعب وخط الدفاع، دي برضو اللي بتسبب له ازمات كبيره جدا. يعني عنده نقط ضعف اي منتخب من منتخبات المستوى الاول طبعا ممكن يقدر يلعب على النقطه دي ويقدر ان هو يكسب منتخب مصر. لكن عايز اقول لحضرتك منتخب مصر عنده مفاتيح كبيره جدا طبعا، زي محمد صلاح طبعا ومحمد النني وتريزيجيه وعمر مرموش المحترف، فشايف ان المنتخب المصري الفتره الجايه هيبقى مركز جدا. المنتخب المصري بيحضر نفسه من دلوقتي للمباراه الفاصله، المباراه الفاصله طبعا لسه يوم 18 ديسمبر هنعرف المباراه الفاصله هتبقى مع مين. عايز اقول لحضرتك الاجواء في مصر هنا كله يقول لك العب اي منتخب بعيد عن منتخب الجزائر، يعني احمد العب اي منتخب بعيد عن الجزائر. احمد ما دام نتكلموا على القرعه ممكن حيكون فيه مباراه بين المنتخب الجزائري والمصري، حبيت فقط اعرف في الشارع المصري كيف يرون لهذه المواجهه، هل هناك تخوف من مواجهه المنتخب الجزائري؟ نعرف جيدا انه المنتخب يمر بافضل فتراته، كيف يرى المصريين وهل هناك كما قلت تخوف من مواجهه هذا المنتخب؟ طبعا انا عايز اقول لحضرتك طبعا من 18 نوفمبر 2018 المنتخب الجزائري ما هزمش في ولا مباراه. منتخب الجزائر في 2019 قدر ان هو يحرز بطوله افريقيا باداء هايل جدا باداء رائع، كان دي طبعا بدايه المنتخب الجزائري طبعا مع كابتن جمال بالماضي طبعا، فشايف ان كان انطلاقته طبعا من يوم 18 نوفمبر 2018 هي دي اللي خلت المنتخب الجزائري يمشي على خطه ثابته مع جمال الماضي. المنتخب الجزائري عنده فرقتين كويسين جدا، مش فرقه واحده، مش 11 لاعب، لا ده عنده يعتبر 24 لاعب جاهزين. شفنا طبعا بخلاف حراسه المرمى اوكيدا انقطعت المكالمة، سنعود إلى أحمد بعد قليل. إذن حسين عزيزان كما قلنا ممكن القرعة تضع المنتخب الجزائري أمام منتخب مصر، يعني حتكون مواجهة كبيرة وكبيرة جدا في التصفية الإفريقية. يعني كما قال مقبل فاروق لا خوف على المنتخب الوطني، لأنه ذوك النضج اللي راهم فيه اللاعبين مع المدرب اللي عطاهم يعني دفع تكتيكي وبسيكولوجي اللي خلى لاعبين يدرسوا كاع اللقاءات اللي راح نلعبوهم، يعني كل لقاء راهم يحضروا له كما ينبغي، اللي خلى يعني كما نقولوا اداء اللاعبين ديما يعني متميز ولاعبين طري كونسونطري في اللقاءات تاعهم. جوبونس انايا هاد الحوايج ولات ما تخفاش على المدرب، كل كبيره وصغيره يقراها المدرب، سواء كما يقولوا فريق كبير ولا فريق صغير. شفنا الفريق تاعنا لعب كونتر الاكوادور ربحناه، لعبنا كونتر عده فرق اوروبيه وربحناها، كولومبيا بليتو. جو بونس انا باللي لا خوف على الفريق الوطني، ابار كما يقولوا يسرى ان باساج افيد ولا جو نسي با انا، مي نقول لك باللي كل كبيره وصغيره يدرسها الناخب الوطني، واللاعبين راهم كما يقولوا في ظروف يعني كيما نقولوا رامو طوب، باسكو سلسله النتائج الايجابيه تخلي الفريق توجور مركز، لانه كاع الفرق ماذا بها تكون ضد الفريق الجزائري باش تطيح به. جو بونس انا هذا هو الشالنج تاع اللاعبين، ماذا بهم ما يخسروش باش يقعدوا في كيما نقولوا في بكل صراحه. حسين هل تفضل انه نلعب مع منتخب مصري ديربي عربي ام انه نلعب مع منتخبات افريقيه مثل مالي غانا او الكاميرون ولا حتى كونغو الديمقراطيه؟ يعني انت كلاعب دولي سابق لو كنت تفضل اي منتخب راح تفضله، هل المنتخب المصري في ديربي ام مباراه امام منتخبات افريقيه؟ والله كي تكون يعني في مرحله عندك سيرتان كونفيونس وعندك فريق يعني قوي
اي فريق راح يكون قدامك راح تلعب بلا كونفيونس اللي عندك والثقه اللي عندك، لانه عندك فريق وعندك نضج، عندك نضج يعني الحاجه البوزيتيف اللي رانا نهضروا عليها ونعاودوا، وزاد اكد عليها المصري انه الفريق تاعنا 33 لقاء ما خسرش، صافي دير اي فريق دوك راهو ماذا به يتلاقى بينا باش يربحنا، وحنا هذا لو شالونج راهو كيما نقولوا راهو عندنا، صافي دير حنا اسكو اون فا بيسي لي برا باش نخلو اي فريق يربحنا، كونترير ماذا بينا حنا نلحقوا الايطالي باش نكونوا اول فريق عربي يلحق لهذيك النصبه باش يولي عالمي ان شاء الله، اول منتخب عربي وافريقي يلحق انه وعالمي وعالمي لانه راح حيحط المنتخب الجزائري الرقم العالمي هو 37 مباراه من دون هزيمه. شوف راح تكون كوب دافريك وراح تكون فيها لقاء فاصل، صافي دير عندنا وقت يعني اللقاءات اللي راح تكون اللقاءات اللي راح تكون راح تقدر توصلنا للعالميه، الانسان لو كان ما نخسروش توصلنا للعالميه، صافي دير هذا الجيل راح يخلي حروفه من ذهب، وشي هدايا كيكون عندك وانت راك قادر باش تحققه وعندك الامكانيات باش تحققه راح تجاهد عليه، وهذه هي اللي راهم انا جو بونس هذه هي الحاجه، وهذا هو اللونغاج اللي راه يتكلم به المدرب، وسي نورمال باسكو النتائج الايجابيه تعيط الايجابيه وتخلي استمراريه في العمل، ونسبيرو ان شاء الله هذا القول ما يكونش قولي انا ولا مي جو بونس انا كاع الجزائريين عندهم نفس القول، لان ماذا بينا كاع نشوفوا الدرابو تاعنا يكون في العلالي. فوالا. طيب خالد مازوزي، التخوف المنتخبات من المنتخب الجزائري هل هذا في صالحه ام يعني يكون ضده في المباريات؟ لا اعتقد بان المنتخب محمي من الناحيه النفسيه لما يكون عندك مدرب مثل جمال بالماضي عنده تلك العقليه يعني الانتصاريه ويعرف كيفاش يحمي المجموعه تاعو دائما محفزين مهما كان المنافس. شفنا مباريات يعني كنا سيطرنا عليها، احترمنا كل المنافسين مهما كان مستواهم، فزنا ب 8-0، فزنا ب 1-0 بصعوبه، تعادلنا، شفنا بان المنتخب يتعامل بنفس الجديه مع كل المباريات، واعتقد بانه كل ما يكون المنافس اقوى كل ما يكون كما قال فاروق الحافز يكبر، ومهما كان يعني في هذا المستوى من المنافسه سواء في كاس امم افريقيا المقبله وفي تصفيات كاس العالم، اعتقد بانه الامر ما حيشكل حافز بالنسبه للمنتخب الوطني واللي لا خوف عليه كما يقول يعني. لا خوف عليه. فاروق بالقائد قبل ربما مباراه صدق كاين هناك كاس افريقيا، وقبل ذلك راح تكون فيه مباريات وديه ربما مباراه او مباراتين قبل الدخول في المسابقه الافريقيه، ربما هذا الامر راح يوصل المنتخب الجزائري لتحطيم تحطيم رقم المنتخب الايطالي ب 37 مباراه دون هزيمه، هذا الامر ممكن ممكن نورمالمون يكون ماتش مقابله وديه قبل لا كوب دافريك يكون فيه هناك مباراه ومباراتين ولا كانوا مباراه وديات ما ولا تفوز عليهم ديجا، وعندك ثلاث مقابلات تاع المجموعه الدور الاول عندنا المقابلات الاولين كوديفوار هي المقابله الثالثه، مي عندك جوج مقابلات الاولين عندك مع فرق ضعيفه سواسوا مع الهكر تما ومع الكوديفوار، ما الكوديفوار حنا هنا كيما يقول لك الكاس افريقيا الاخيره وين فزنا في الربع النهائي مع كوديفوار، فتنا على نيجيريا وفزنا على السنغال، ثلاث فرق الاقوياء في افريقيا وفزنا عليهم، والفريق كان هذاك وين بداها مع بالماضي، دوك رانا زدنا دينا اللاعبين داو خبره وداو لا كونفيونس تاع المدرب وتاع الجمهور، راح نقول بلي قلت لك انا ونظن نعاودها بلي الفريق الوطني دوكا لا خوف عليه، كل مقابله يعرفوا كيفاش يجيريوها كسيسوا دي غران ناسيون دو فوت ولا هادو الفرق صغيره، قلنا بلي المقابله تاع اليوم كانت فريمون صعيبه، وشفنا الفريق ادى مقابله شغل كانش ضغط علينا، مقابله وين شفنا هما واش هضروا كيلحقوا حبوا يبرتيربو الجروب وكدايا، وشفنا بالماضي وصرالو، مي الحاجه اللي نحبها دوكا لازم حنا يا خويا هذه الجزائر حنا لازم كاع نوقفوا معاها، دوك كاع الشعب الصحافه الدوله ديالنا الجمهور لازم كاع يوقفوا مع الفريق الوطني، باركونا دوكا من المشاكل هذه، شفنا واش صرا في مصر وبالك وبالماضي والصراحه هضر على التيانا قال لك علاش هضر على التيانا، لازم دوكا هذا فريق وطني كريم هذا فريق وطني لازم نوقفوا كاع معاه، ما نقولوش حنا ان شاء الله يلحق 37 ماتش بصح كاين العراقيل من اللور، لا لازم باش يلحق لازم الناس كاع توقف مع الفريق الوطني
باش هكذا اللي يلحق حتى ال 40 ماتش ما يخسرش ونفوزوا بالكاس افريقيا ثانيه ونجوزوا لكاس العالم باسكو عندنا فارق والروح تاع القتاليه تاع الجزائري ماشي كيما بلدان نحبوا ليك روحنا الجزائر كي تلعب انا شفنا لعبنا ماتش اميكال كونتر كام لا كولومبي اون فرانس وشفنا هذاك الجمهور يا خويا صحيح راه كي شرح هذا الجمهور في بلاد غربه هذا غدوه تحل سان جوي ان ماتش ديز تاع كاليفيكاسيون ماتش روتو ما كاش كيفاش هذوك اللاعبين 80 ولا 90 ولا بلا واش راهو في الديار وكدايا الحماس هذاك تاع اللاعبين هذوما اللي عندهم الروح هذيك الوطنيه نبداوها بجمال بالماضي انا حشوف اللي راحوا يقاتلوا باش يكونوا في المونديال ان شاء الله. عندك اضافه حسين؟ والله نساند واش راه يقول القائد لانه دوك لوبجيكتيف خاصه تاع اللاعبين هضره زوج يهضروا على العالم الجزائري ما يهضروش على حاجه اخرى لو فات اللي المدرب غرس هذه الحاجه خلاص ولات فينا كاع ما احنا برا وني كونفيون وهذه هي الحاجه اللي تشرفنا كاع حتى المباراه المنتخب صارت الجماهير تشاهدها باريحيه عكس ربما اليوم السنوات السابقه كاين بزاف اللي تقلقوا لانه النتيجه ماذا بهم لو كان ربحنا الفوتبول فيه ربح وقلنا فيه الخساره احنا ما خسرناش ديجا هو قال في لابريس قال لهم الا باش نخسروا سي با لو مومون باش نخسروا والحمد لله يعني وفى بالكلام تاعو ونسبيرو ان شاء الله نبقاو نتواصلوا في النتائج الايجابيه ونلحقوا لوبجيكتيف اللي ما لحقوهش واحد اخرين. طيب قلت قبل قليل لا خوف على المنتخب الوطني لكن هناك ربما سؤال حبيت نسالك قبل في الجزء الاول هو مشكله الظهير الايمن في المنتخب الوطني يعني جربنا زفان جربنا بن عياده حليميه لكن ما كاش يعني لاعب يخلف عطال بشكل دائم هل تعتقد انه حسين لازم اليوم لازم نبحث عن خليفه عطال لانه عطال كما نعلم يتعرض لاصابات كثيره وفي كثير من الاحيان يكون غايب عن المنتخب الوطني حان الوقت للبحث عن بديل دائم لعطال صح انت درت هكذا انا نقدر ندخل لك في النطر براش كاع اليوم شفنا زوج اخطاء في اللاكس صح ولا لا دو فوت غراف في اللاكس نقدروا نقولوا طهرات يقدر يلعب نقدروا نقولوا واسمه بدران يقدر يلعب نقدروا نقولوا ماندي يولي ادروات وندخلوا طهرات يعني عنده خيارات كثيره المدرب اليوم الحق وين لعب بن عياده ادى اللقاء تاعو خاصه ديفونسيفمون ايتي بيان اوفونسيفمون ما ماتش باسكو علاش مازال ما عندوش هذيك الاكسبيريونس تاع يطلع مازال حتى يتوالف مع اللاعبين بالك هذه تجي بالمقابلات يعني ماشي يعني في مقابله ولا في مقابلتين ربما اسمح لي كريم ربما هي تعليمات المدرب لانه سير حتى عطال في كاس امم افريقيا ما كانش يصعد بيه انا حاب نقولوا على المرور برك على المرور اوتون كارير دروا مانيش نقولوا هو حاب يقول كيما عطال هو حاب واحد كيما عطال كيما شوفوا بن سبعيني لاقي الراحه تاعو مع بليلي ما فاتنيش حسين قلت انه يعني حان الوقت للبحث عن بديل دائم يعني لاعب يكون في التشكيلة الأساسية دائم عنده صح لو كان ما عندوش في المباراة الأخيرة شاهدنا حليمية شاهدنا اسكو اليوم الروندمون تاع الآخر ما عجبش بن عيادة وي لا كان في المستوى كان في المستوى سكاين أنا سكاين لكن في المباراة المقبلة ممكن نشاهدوا حليمية في ممكن زفان ممكن لاعب آخر يكون عندك خيارات أوطونك مدرب عندك خيارات عندك لاعبين احنا لاعبين عندنا قادوك كيفاش كيما نقولوا كيفاش يتوالفوا اللاعبين بين بعضهم حنا دوك نشوفوا بسبعيني ونشوفوا بالليلي شوفوا التفاهم يعني بدون وكاين حتى بالناصر كيفاش يغلق يعني كاين المفاهمه اليوم شفنا بن عياده نيتي با فريمون اليز بالك لونترينور عطى له انه قال له انت ما تطلعش هذا ما كان سيدي ماتش كيما هو ماتش تو شيرش دي جوار اتليتيك وحسن الحظ كان عندنا اليوم بن عياده اللاعب اللي عنده بنيه جسديه ما شاء الله اللي بالك بالماضي اليوم تكلى عليها باسكو نعرفوا الفرقه دوما اللي عندهم لو كاباري وكذا مي ليتي بلاسك الاز
افي با بوكو كيما يقول لك ما قول ما داروش علينا ضغط كبير البوركينا بالك نقولوا حنا ما جينا مي ما داروا ما داروا فترات ممكن كانوا شدوا بالون ممكن في بدايه الشوط الثاني الفريق الوطني مالكي سجل 4-5 سي بور سا مي كان ولوا سنوات واحده اخرى هكذا نقولوا كرون ماتش والفريق الوطني ادى فريق مي اون كيما قالوا لي دو زاكسيون تاع محرز اون بوين كان دخل تاع محرز لو كان دخلوا هذوك بالك الماتش سيناريو اخر ممكن سيناريو بلا ما ندخلوا في الملعب لازم نهضروا شويه ما من ارضيه الملعب خويا فريق وطني كيما هذا دوك نقعدوا صبت الشتاء صبت الشتاء مي صبت بارتو في لو موند مي خويا تينا كيما هذايا صعيب على اللاعب باش يكون لاعب اللي حنا عندنا دي جوال ديال تكنيك تكنيك نو سارت الله يعطيهم صحه خدموا بارابور واش الشتاء هذه كانت قادر تكون كاتاستروف لو تيرا مي بارابور الحمد لله نقولوا ان شاء الله اليوم هكذا هذا راح تمد كما يقول لك لي بروشان ماتش ان شاء الله لو تيرا يعاود يكون وماشي غير هذا يكونوا عندنا لي ستاد بزاف كما يديروا في بلدان واحده اخرى شاك ماتش وين تلعب تبدل باسكو كاين جمهور اللي ما يقدرش يجي يشوفك نشوفوا نبدلوا شويه لازم تكون عندنا شويه العقليه شويه ان شاء الله وصلت فكره فرق بالقايد اضافه ممكن خالد باش نختموا العدد تاع اليوم المشكل الارضيه لانه كنت قريب كنت في الملعب يعني حاضر شفت بانه الارضيه اعاقت كثيرا المنتخب اللي يحب يحط كوره خاصه لما تلعب في ارضيه ميدانك امام جمهورك اللي متشوق انه يشوف المنتخب متشوق حتى المنتخب اعتقد بانه كان حاب يؤدي مباراه من الناحيه الفنيه يعني يضمن تاهل ويقدم مستوى راقي من الناحيه الفنيه كما هو معتاد اعتقد بانه الارضيه خاصه من الجهه اليمنى يعني في الشوط الاول جهه رياض محرز ما وجدتش الضاله تاعهم ليس هذا هو رياض محرز اللي نعرفه يعني اعتقد صحيح. بانه المنتخب يستحق ارضيه افضل بكثير ان شاء الله خالد معزوزين شكرا اللي كنت حاضر معنا اليوم وقدومك مباشره من ملعب مصطفى تشاكر الى البلاطو مباشره اليوم خالد صحيح فرق بالقايد حسين عزيزان يعطيك صحه على حضورك معنا اليوم فرق بالقايد يعطيك صحة اللي كنت حاضر معنا اليوم الشكر موصول لكم أنتم أيضا أو قبل ذلك الشكر لأحمد صلاح اللي كان حاضر معنا عبر خدمة السكايب من القاهرة والشكر لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة نلتقي في موعد رياضية أخرى إن شاء الله السلام عليكم